والحمد لله والشكر، ثلاث نقاط على ملعب الكرخ، وعلى الكرخ نعمة فضيلة على راسي. وألف مبروك طبعا إلى نادي النجف وجماهير نادي النجف. جماهير نادي النجف تستحق أن تكون ترفع درع أو كاس، محافظة النجف تستحق. احنا كجمهور نطالب إدارة النادي ومدربين الفريق واللاعبين ان هاي السنة لا نريد انجاز بطولة الكاس، ثلاث لعبات تصعد نهائي، نريد انجاز للنادي. من تأسسنا من 61 لسه ما انجاز، ان شاء الله والتوفيق من الله يا رب، ان شاء الله بالنهاية نشوفك تصعد مع المنصة. الكابتن اليوم احنا فريقنا زين، احنا فريقنا مو سيء، كان ذيك المباراة ضيعنا ركلة جزاء وفريق لعب ورجع بالمباراة، وان شاء الله احنا عازمين هاي السنة على بطولة الكاس ان شاء الله. وهذا جمهور، يلا بوي. احنا من بلد حيدر جينا والنجف اشرف مدينه، من بلد حيدر جينا والنجف اشرف مدينه، احنا لازم نعتلي.